الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى رسل الله أجمعين. وبعد، فهذا لقاء علمي خاص ومتميز. أولا أشكر جامعة بنها وكلية الحقوق وسيادة العميد والمشرفين على الرسالة على دعوتهم الكريمة لي، كما أشكر كل اللجنة الموقعة على إيصائهم لي برئاسة هذه اللجنة. والحقيقة شكر خاص لمعالي الوزير المحافظ الدكتور علاء عبد الحليم على تشريفه لنا وحسن استقباله، فما أن اتصلت موجها الدعوة لسيادته وكذلك الجامعة فإنه أرحب على الفور دعما للبحث العلمي وتواصلا مع الجامعات في إطار اهتمام الدولة بقضايا التعليم والبحث العلمي. أما عن الطالب والرسالة، فالطالب محمد الشحات إبراهيم منصور، الجنسية مصري، نوع الدراسة دكتوراه في الحقوق، عنوان الرسالة مسؤوليات وسلطات رئيس الجمهورية في ظل دستور 2014، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي. الطالب حاصل على ليسانس الحقوق جامعة طنطا مايو 2010 بتقدير جيد جدا، دبلوم العلوم الاقتصادية جامعة بنها مايو 2014 بتقدير ممتاز، دبلوم القانون العام جامعة مدينة السادات سبتمبر 2013 بتقدير مقبول. وقد أوصى مجلس القسم بتاريخ 20/2/2019 بالموافقة على ما جاء بتقرير السادة المشرفين على الرسالة فيما يتعلق بصلاحيتها للمناقشة، كما وافق القسم على تشكيل لجنة المناقشة والحكم، ووافق مجلس الكلية بتاريخ 24/2/2019 على تقرير الصلاحية والمناقشة وتشكيل لجنة الحكم من دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيسا، أستاذ الدكتور محمد أنس قاسم جعفر أستاذ القانون العام ومحافظ بن سويف الأسبق عضوا، الأستاذ الدكتور محمد منصور حسن حمزة أستاذ الشريعة الإسلامية والقائم بعمل عميد الكلية مشرفا وعضوا، أستاذ الدكتور منصور محمد أحمد أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية مشرفا وعضوا. وإن شاء الله يعني بنبدأ بإعطاء الفرصة للباحث على أن يقدم بحثه يعني موجزا ما أمكنه ذلك، مختصر لكل الحشو والتفاصيل، يعني يكفينا أن يلخص هدف رسالته وأهم نتائجها وتوصياتها. أما عرض الأبواب والمباحث فهذا عمل علمي بحت بين أيدي اللجنة من المشرفين والمناقشين نعيد خلاصة، وهنا تتبين قدرة الباحث على إعادة صياغة نفسه سريعا، فإن كان فاهما لرسالته استطاع أن يتخلص من الارتباط بالأوراق إلى إعطاء الخلاصة، والعلم الآن كله يتجه إلى الفهم لا إلى الحفظ والتلقين. نعيد تقديما في 3 نقاط: الهدف من الرسالة، أهم النتائج والتوصيات والخطوط العامة في حدود 10 دقائق. فليتفضل البحث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فقد ارسل الله برسوله للناس هاديا ومعلما يقود الناس الى طريق الخير والرشاد، كما انه بعث من قبله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه مع الرسل. ولما كانت الشريعه مباراه بالسوره والقران والسنه بالتالي من المصادر الرئيسيه ومن المصادر الاخرى المستفاده منها، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. ولما كان الانسان مدني بطبعه كان لابد له من قواعد تنظم حياته ومعاشه، فكان لابد له من وضع دستور ينظم قواعد الدوله ويبين نظام الحكم فيها. ولما كنا قد مررنا بثورتين عظيمتين، ثورة 25 يناير و30 يونيو، فكان لابد من وضع الأسس التي تسير عليها الدولة،
غير أنه بعد ثورة 25 يناير نسم على صدر البلاد أناس لا يعرفون للوطنية حقها ولا للبلد قدرها، إذ الوطن لديهم هو ملء صدورهم وبطونهم التي لا تشبع. ولما كان هؤلاء جعلوا الحلال حراما والحرام حلالا، ولم يرعوا للنفس حقها ولا للناس قدرها، فكان لابد للناس أن تنتفض لترجع الحق إلى أصحابه وتستعيد البلاد مجدها وعزها. فكانت ثورة 30 يونيو المجيدة وأتبعها مباشرة دستور 2014 ليقاعد القواعد ويرسي المبادئ التي تقوم عليها الحرية والديمقراطية. فوقع اختياري على دستور 2014 ليكون أساس هذه الدراسة التي هي مسؤوليات وسلطات رئيس الجمهورية في ظل دستور 2014. ولقد وجدنا أن هذا الدستور يسائل الرئيس سياسياً وجنائياً، وأنه توسع عن غيره من الدساتير في المسؤولية السياسية والجنائية، بل وتفرد بمسؤوليته أخلاقياً عن غيره أيضاً. كما وجدنا أن هذا الدستور بعد عن النظام الرئاسي على خلاف الدساتير قبله ومال إلى النظام المختلط، لذا نجده يغل يد الرئيس في أمور كثيرة مثل اختيار الحكومة أو إقالة وزير وخلافه، وكذا تفرد بسحب الثقة من الرئيس عن طريق البرلمان. لذا نجد أن السلطة التشريعية في هذا الدستور قد تغولت على السلطة التنفيذية فيه، وغل يد الرئيس في كثير من الأمور، بل إنه قلص صلاحيات الرئيس في أمور كثيرة، حتى إننا نجد أن رئيس الجمهورية لا يستطيع إعفاء الحكومة التي لا تقوم بواجبها، بل ولا وزير فيها إلا بعد الرجوع إلى البرلمان. ولعل السبب يرجع إلى وضع هذا الدستور بعد وجود أنظمة مستبدة، فأراد المشرع الدستوري أن يبتعد عن وضع اختصاصات كثيرة للرئيس فجاءت بآثار سلبية. لذا كان لنا ملاحظات كثيرة على كثير من المواد محل الدراسة أبديتها وأظهرت فيها رأيي، لعل المشرع عند إرادته تعديل الدستور أن يأخذ بها، بل أرى أنا أنه من اللازم تعديلها والأخذ بها فوق المواد المراد تعديلها، حتى يكون هناك انطلاقة لطموحات رئيس الدولة لا تتوقف على أحد مثل البرلمان. هذا ولما كانت الدراسة تعتمد على المقارنة بين دستور 2014 وبين الفقه الإسلامي، فإنني هنا لابد وأن أنوه إلى أن المقارنة جاءت بين ما هو وضعي ووضعي أيضا، لأنه لا تجوز المقارنة بين دستور من وضع البشر وبين دستور سماوي التي هي الشريعة الإسلامية، إذ أن المقارنة هنا تكون غير جائزة على الإطلاق. بل إن المقارنة في بحثي هذا بين الدستور والفقه الذي هو اجتهاد الفقهاء، وإن كان مرجعه إلى المصدرين الأساسيين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فجازت المقارنة. لذا أثرت أن تكون المقارنة بين الدستور والفقه الإسلامي وليس بين الشريعة الإسلامية التي لا يجوز مقارنتها بأي نظام كان. وبناء عليه فقد توصلت من خلال الدراسة إلى النتائج التالية: أولا، أن الدستور وثيقة أيا كان من وضع البشر فهو ليس قرآنا، وبالتالي يجوز تعديله عندما تقتضي المصلحة ذلك، وخاصة أن دستور 2014 عليه كثير من الملاحظات فيما ظهر لي في حدود دراستي، وبالتالي أرى أنه لا بد من تعديله، خاصة المواد التي تحمل الرئيس بمسؤوليات وتغل يده عن اختصاصات كان يجب على المشرع الدستوري إطلاق يده فيها. ثانيا، عند إرادة تعديل الدستور لا بد وأن يعطي الرئيس صلاحيات أكثر حتى يستطيع تلبية طموحاته ولا تقف النصوص الدستورية عائقا أمامه. ثالثا، يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي قبل وضع أي دستور حتى يكون ملبيا لحاجات الناس ونابعا من إرادتهم. رابعا، الفقه الإسلامي أعني النص الاجتهادي متغير بتغير الزمان والمكان والأعراف والعادات، فيجب أن يؤخذ منه ما يلائم حاجات الناس وزمانهم وأعرافهم الصحيحة. وإذا كان النص الاجتهادي يتغير فإن الدستور باعتباره نصا اجتهاديا يتغير أيضا تبعا للمتغيرات التي تقتضيها المصلحة. وفي النهاية لا يفوتني أن أشكر الله عز وجل كثيرا، حيث أعترف بفضله وكرمه في أن يشرفني اليوم، بل ويشرف كلية الحقوق وجامعة بنها، ليكون مناقشا لي ومصوبا لمعوج في رسالتي، وهو وإن كنت لم أتتلمذ على يديه خلال سنوات الدراسة، إلا أن معاليه آثر أن يكون موجودا بيننا اليوم،
رغم كثرة مشاغله وعظم أعبائه ومسؤولياته، ألا وهو معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. راجيا من الله تعالى أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناته، وأن يمد الله في عمره لتزداد الأوقاف نورا ونبراسا من علمه وعمله. كما أشكر باسمي واسم كل باحث تتلمذ على يديه وشرب من بحر علمه وعطائه الفياض، معالي الأستاذ الدكتور محمد أنس جعفر. أستاذ القانون العام ورئيس جامعة بني سويف ومحافظ بني سويف الأسبق، والذي تتلمذت على مؤلفاته وسبقني في هذا أجيال، فهنيئا لكل من تعلم على يديه ونهل من علمه وهم يملؤون مشارق الدنيا ومغاربها. والله أسأل أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يرزقه الضياء والنور، إن ربي سميع قريب. كما أتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني وتقديري إلى معالي الأستاذ الدكتور محمد منصور حمزة، عميد كلية الحقوق المشرف على هذه الرسالة، والذي غمرني بعطفه ورعايته فكان الأب والمعلم، والذي تذكر بمؤلفاته المكتبات العربية والأجنبية، العالم الفقيه صاحب الخلق الدمس والعلم الغزير، فجزاه الله عني وعن أبنائه من طلبة العلم خير الجزاء. كما أخص بالشكر والتقدير وعظيم الامتنان لأستاذي العالم الجليل، والذي صبر علي طوال فترة إعداد هذه الرسالة بتوجيهاته القيمة وإرشاداته النيرة، معالي الأستاذ الدكتور منصور محمد أحمد. أستاذ القانون العام ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية، والله أسأل أن يعطيه ما يتمنى وأن يثيبه عني وعن أبنائه من طلاب العلم خير الجزاء. كما أشكر السادة الحضور أعضاء الهيئات القضائية والشرطة وأساتذتي في كلية الحقوق جامعة بنها، وأتقدم بخالص شكري وتقديري لمعالي الأستاذ الدكتور الوزير محافظ القليوبية ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عثمان أحمد عثمان الذي شرفني بالحضور اليوم وقدم لي يد العون والمساعدة. كما أشكر أقاربي من محافظة البحيرة، خاصة قرية دربك والذي أشرف بالانتماء إليها، وكذلك أعمامي وأصدقاء الذين تحملوا عناء السفر ومشقته ليشاركوني هذا المحفل العلمي العظيم. أهدي بحثي هذا إلى معلم البشرية ومخرجها من ظلمات الجهل إلى نور الهداية، سيد الخلق، سيدنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما أهدي بحثي هذا إلى روح أستاذي ومعلمي، والذي شرفت بأن يكون مشرفا على هذه الرسالة، إلا أن المنية قد وافته قبل اكتمال هذا العمل، ألا وهو الأستاذ الدكتور محمد الشفعي أبو راس، أول عميد لحقوق بنها. والله العظيم أسأل أن يرحمه رحمة واسعة جزاء ما غرس من علم لأبنائه الطلاب. كما أهدي هذا العمل إلى والدي الأستاذ الدكتور الشحات منصور، أستاذ الشريعة الإسلامية وعميد كلية الحقوق جامعة بنها الأسبق، الذي تعلمت على يديه ورباني وشد من أزري، فكان نعم الأب والمعلم، ولا يوجد كلام يوفيك حقه. والله أسأل أن يمتعك بالصحة والعافية، وأن يمد لنا في عمرك كي ينهل كل طالب علم من علمك وحسن أخلاقك. وفي النهاية لا يفوتني أن أذكر أن كل عمل بشري لا بد وأن يوجد فيه من النقص والهفوات التي يسبق القلم إليها أو يذهل الفكر عنها، فإن أحسنت فهو توفيق من الله عز وجل، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، وسبحان من أبى أن يكون الكمال إلا لكتابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين في الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة نستطيع أن نقول إلى حد كبير نجح الباحث في الاختبار الأول في إجازة الوقت وقدرته على الوفاء بما طلب منه، فقد استطاع أن يعطينا نبذة جيدة مختصرة عن مضمون رسالته. مع
هناة في اللغة العربية نتحدث عنها لاحقا إن شاء الله. الحقيقة يعني قبل طبعا هنبدأ بالأستاذ الفاضل أستاذ الدكتور محمد أنس جعفر رئيس جامعة بن سويف الأسبق ومحافظ بن سويف الأسبق. الحقيقة في نقطة طبعا بنأكد بها عندما تكون هناك مناقشة علنية وبحث علمي في درجة الدكتوراه حول مسؤوليات وسلطات رئيس الجمهورية يناقش هكذا على العلن، هذا أكبر دليل على مناخ صحة المناخ السياسي ومناخ الحريات، وأنه لا سقف للحرية السياسية ما دامت حرية موضوعية منضبطة بضوابط العلم وضوابط الوطنية. ونظن أن مناقشة هذه الأمور في عقود سابقة وفي أماكن أخرى هي أشبه أو كانت أشبه بالمحرمات التي لا يمكن مجرد الاقتراب منها أو النقاش حولها. أما أن تأتي رسالة الدكتوراه بهذه الحرية، وأنا أظن ويشاركني أعضاء اللجنة جميعا لا أظن أن اتصالا بأي شكل من الأشكال أو تدخلا بأي صورة من الصور أو توجيها بأي لون من الألوان وجه للباحث أو لأي من مشرفيه أو أعضاء اللجنة، بما يعني أن الأمر متروك للنقاش العلمي الخالص. وهذا الجو يؤكد ما وصل إليه حال الحياة السياسية وجانب الحرية. يمكن من النقاط المهمة أيضا اللي أشار إليها الباحث أن الدساتير ليست نصوصا قرآنية، وبنأكد طبعا وده سيادة الأستاذ الدكتور أنس يقينا هذا مجاله وسنسعد بسماعه وما يوجهه للباحث ونستفيد منه. الدساتير مبنية على تحقيق المصلحة الوطنية، وهي عقد من عقود المواطنة أو هو العقد الرئيس للمواطنة، وليس كما ذكر الباحث بالفعل ليس نصوصا قرآنية غير قابلة للتغيير. فكل ما يتصل بقيادة الدول وشؤونها السياسية هو من قبيل المتغيرات وليس من قبيل الثوابت. والحقيقة كان هناك دقة شديدة في اختيار الموضوع تحسب للباحث ولمشرفي وللكلية، هي أن المقارنة كما قال ليست بين متغير وثابت ولكن بين متغير ومتغير، فلم يقل بين القانون والشريعة وإنما قال بين القانون والفقه الإسلامي، فهو يقارن بين القانون الذي هو منتج بشري وبين آراء الفقهاء التي هي منتج بشري حول النص. ولكن عندما سنأتي إلى النقاش يعني هو وضع أساسا، وهناك جانب آخر له فيه بعض العذر لكن ليس له فيه كل العذر، هو إن المقارنة أيضا كما أنها لا تكون بين المتغير والثابت لا تكون بين الأزمنة المختلفة. فعندما نقارن بين دستور 2014 بآراء الفقهاء في القرن الأول أو الثاني الهجري فهي أيضا مقارنة غير دقيقة على الإطلاق، لا تراعي لا متغيرات الزمان ولا طبيعة المكان ولا طبيعة البيئة. فإذا أردنا أن نقارن بين أحدث الدساتير فيجب أن نقارن بينها وبين أحدث ما كتب في باب السياسة الشرعية وليس ما كتب في قرون سابقة. وهختم التقدمة دي يعني الحقيقة مما كتبه الأستاذ عباس محمود العقاد في عبقرياته
أن عبقرية الرجل تقاس بقانائه في عصره وزمانه ومكانه. يعني واحد يقول سيدنا عمر كان عبقريا، لماذا لم يصنع الطائرة والصاروخ ويصنع الذكاء الاصطناعي؟ نقول له لا، من الظلم انك تقارن سيدنا عمر او عصر سيدنا عمر بعصرنا الحاضر، وانما تقاس عبقرية الرجل بما انتجه في عصره، فلا تدخله في مقارنة في غير ذلك ذلك العصر. ان شاء الله سنأتي إلى شيء من هذه التفاصيل عندما يأتي الحديث عن التناول الفقهي أو البعد الفقهي في الرسالة. والآن وهو لب القضية وهدفها الرئيس هو الإطار القانوني أو الدستوري أو الملاحظات القانونية. ويمكن الحقيقة اللي أكده الباحث ما ساقه في المقدمة مش يؤكد إلى جواز التعديل، وإنما ربما يؤكد إلى حتمية التعديل. وبنقول وأكيد طبعا أساتذة القانون والمستشارون موجودون، هناك مشكلات عندما تكتب الدساتير على سبيل المحاصصة الطائفية أو المحاصصة الحزبية أو أي محاصصة كانت. الدول التي أعدت، طبعا الحمد لله ليس لدينا طائفيات ولا محاصصات في مصر، لكن عندما يكتب الدستور بنظرة محاصصية هذه تكون مشكلة. وأيضا الدساتير عندما تكتب في الفترات الانتقالية فغالبا ما تتسم بطابع الانتقالية، لأن أخطر مراحل في تاريخ الدول هي مراحل التحول. ومن أراد أن يقرأ التاريخ قراءة صحيحة ويستفيد منه العبر، فهناك رسائل جامعية كتبت في المراحل الانتقالية، سقوط دولة وقيام دولة أخرى أو سقوط نظام وقيام نظام آخر، هذه من أصعب المراحل في تاريخ الدول. فعندما يكتب الدستور في مرحلة انتقالية لا يمكن أن يكون له طابع الثبات، لأنه بيتأثر بطابع المرحلة وتحدياتها، وغالبا هذه المراحل ما تكون قلقة في تواريخ الدول. فعندما تستقر الدول وتأتي التعديلات إنما تأتي من واقع استقرار وهدوء بعيدا عن القلق والاضطراب. مما يؤكد ما ذهب إليه الباحث، وإن في النهاية أن الدساتير عقد مواطنة مبنية على المصلحة. متى حققت المصلحة لا يكون هناك أي داع للتعديل، أما إذا تطلبت المصلحة فالمصلحة الوطنية هي الحاكمة. والآن يسعدنا جميعا أن نفيد من توجيهات وملاحظات الأستاذ الدكتور محمد أنس جعفر، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بمناسبه مناقشه هذه الرساله والحضور الى جامعه بنها وكليه الحقوق، طاقت بذهني مجموعه من الخواطر قبل ان نبدا في مناقشه هذه الرساله. الخاطر الاول يتعلق باعضاء هذه اللجنه، فيسعدني ان اتقدم بكل آلي الشكر والتقدير لاخوي الفاضلين الاستاذين الكريمين استاذ الدكتور منصور محمد احمد وكيل كليه الحقوق جامعه المنوفيه، وسعاده العميد الاستاذ الدكتور محمد منصور حمزه عميد كليه الحقوق في جامعه بنها على تكرمهما وتفضلهما بدعوتي لمناقشة هذه الرسالة. لكن كانت سعادتي غامرة حينما علمت أنه سيكون على رأس هذه اللجنة معالي الوزير الفاضل الإمام المجدد إمام الأئمة الأستاذ الدكتور مختار جمعة، لأننا سنستفيد بعلمه الغزير
ويشعر كل مواطن في مصر بالتطور الذي آلت إليه وزارة الأوقاف في ظل عهده الميمون، ولا نملك إلا أن ندعو له بكل التوفيق وأن يوفقه المولى سبحانه وتعالى لتحقيق المزيد والمزيد من التطوير في هذه الوزارة التي كانت عصية على التطوير في فترات طويلة، وأن يسدد على طريق الحق والخير خطوة. شكرا دكتور. سعادتي كانت غامرة أيضا بشيء أكثر أهمية، وأنه سألتقي بالصديق الفاضل معالي الأستاذ الدكتور العزيز سعادة الأستاذ الدكتور محافظ علاء حليم للقائه لارتباطي بصداقة منذ فترة ليست بالقصيرة، فساعدته كثيرا، وهو كعادته دائما كريم سباق. فبالأمس اتصل بي ودعاني إلى القبور لمكتبي قبل أن نذهب، فأوجه إليه كل الشكر كل التقدير دكتور علاء. فأنت إنسان فاضل تبتسم دائما بدمافة الخلق بالرأي الصادق، كنا نلجأ إليه في كثير من المشاكل لحلها، وما زال جميع الزملاء في جامعة بنزويت حينما أعتذر لهم مشكلة لا يجد صبرا حنونا أكثر من الأستاذ الدكتور علاء حليم، فكانت سعادتي غريبة حين ألتقي بهذه الشخصية الكريمة ألفت. هذا هو خطر الأول. خطر الثاني يتعلق بالباحث وبموضوع الرسالة. الرسالة كما أوضح معالي الوزير عن مسؤوليات وسلطات رئيس الجمهورية في ظل الدستور 2014. مثل هذه الموضوعات كانت من الموضوعات المحرم بحثها في النار. الباحث كان جريئا في اختيار الموضوع هو ومن تولى الإشراف على هذه الرسالة. لماذا؟ لأن الموضوع أولا بالغ أهمية، بالغ حساسية، بالغ دقة. أي إنسان يكتب فيه كما لو كان يسير على الأشواك، لكن أستطيع أقول لك محمد أنك سرت على الأشواك واكتست الطريقة بنجاح فارغ وانتهيت إلى توصيات صارمة. الخطر الثالث يتعلق بالوقت، أن هذه الرسالة جاءت في موعدها مع القدر، فنحن جميعنا ونستعد للاستفتاء على تعديل الدستور. ومن ضمن هذه التعديلات أشياء كثيرة وردت في هذه الرسالة واقتراحات بناءة أوضحها الباحث، ولكن البعض يتساءل لما التعديل؟ المسألة واضحة تماما، الدستور ما هو الدستور؟ قانون، ولا دام قانون يبقى قابل للتعديل، ولا دام قانون يبقى يوضع لمواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في داخل المجتمع، ده أبسط حاجة للقانون. إذا ما كانش هيدخل لحل هذه المشكلات لا ما يبقاش قانون. طيب بيتدخل لحل المشكلات القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. طيب استجدت بعض المسائل في هذه الموضوعات، يبقى أنا لابد أن أتدخل بالتعديل. وإياك ويأخذ بعض على غير صواب، يقول لك لا ده الدستور ما بقالوش كتير. لا علاقة لنا، ده ممكن أحط الطعن النهارده ويقعده على حميد مثال بسيط جدا. قانون الخدمة المدنية 81 سنة 2016 لم يكن به نص يوافق عملية المراقبة الذي يحناه من المخدرات، لكن بعد أن انتشر هذه الظاهرة بين ربوع الشباب في مصر وبين المواطنين، يبقى أصبح ضروري على المشرع أن يتدخل ويعدل. إن شاء الله يكون القانون صدر البارح أعدله مرة. يبقى إذا التعديل وارد في كل زمان وفي كل مكان طالما أن هناك مستجدات على الساحة. بيقين لو سألنا رجل الشارع العادي
هناك مستجدات على الساحه السياسيه لن تكون هذه الا اجابه واحده، نعم هناك مستجدات على الساحه السياسيه في مصر. ايضا حينما تتعارض بعض المسائل مع المصلحه العليا للدوله، فان المصلحه العليا للدوله هي التي تفرض على اي اخر. هذه بعض الخواطر التي خطرت ببالي وبفكري قبل ان نبدا في مناقشه هذه الرساله الان. أنا عندي بعض الإضافات كده أو بعض الموضوعات اللي هنناقشها كده، بعض الحاجات الهامات اللي فاتت عليك يا محمد. هات لي كده الأول، نبدأ كده بصفحة ألف آخر حاجة في المقدمة، إيه رأيك كده الآية القرآنية الكريمة؟ بنا لا تؤاخذنا. يا ربنا انت كاتب بنا، مكتوب عندك ايه؟ اخر حاجه في المقدمه، اخر حاجه اكتبها بقى. صدق ازاي الكمبيوتر لان اللي بتتنقل من الكمبيوتر، انا اول مره اشوف كمبيوتر بيضاء. هات الفيرس الف صفحه الف يا محمد، خليك معايا بقى مصحصح النار. صفحه الف جبتها؟ ايه عنوان الفصل الثالث يا ابو حميد؟ مسؤولية رئيس الدولة في تنفيذ الدستور 2014. الله يكرمك. اقرا الفصل الرابع. مسؤولية رئيس الدولة عن أعماله. الله يكرمك. إيه الفرق بينهم؟ هنا مسؤولية رئيس الدولة والفصل الرابع مسؤولية رئيس الدولة. هو هيسأل عن غير أعماله؟ هو هيسأل عن الغير؟ أنا استغفر ارتكب خطأ. فهنا الفصل الثالث والرابع داخلين في بعض، فاما نيجي نعيد الرساله ايه؟ هندخله، وخاصه افضل من حيث التقسيم ليه يا محمد؟ لان هو ده الفصل، ده الباب الوحيد اللي الفصول فيه كتيره. بينها بعد كده ثلاثه وربع، فاحنا ده ما يبقى ثلاث فصول، هيبقى هناك نوع من التنسيق ما بين جنبات الرساله. هات الصف السابعه. شوف يا محمد، بتقول لي في سطر 1 2 3 4 صدر دستور للبلاد 1882 في عهد خديوي توفيق. ده ما كانش دستور يا محمد، ده قانون اساسي. وعلى فكره تسميه قانون اساسي اصح. ليه؟ لان كلمه دستور زي ما الكل يعلم انها كلمه فارسيه الاصل، تعني احد معنيين، اما الاساس واما الاسم. بالاذن والسماح بتستخدم في اللغه الدارجه. دستور يا سيادنا والسماح يا سيادنا الى اخره. وبالمعنى الاساس بتستخدم في العلوم السياسيه وفي الدساتير. فده ما كانش دستور، فقانون اساس، لان احنا عندنا المصطلحات. والدليل على ذلك بعدها بسطرين قلت ايه؟ ثم صدر دستور نجح في 19 ابريل 23. ده أول دستور يا محمد بقى المصري، أول دستور حقيقي، لكن اللي قبل كده كان قانون أساسي، وتسمية قانون أساسي ما هياش مشكلة، وبعض الدول العربية في الخليج ما زالوا بيسموا المملكة السعودية بتسميه ما زال القانون الأساسي. صفحة 9، بتفق معك تماما إن مواد دستور 2014 غلب عليها الطابع الانشائي، كما ان اغلب المواد اقرب لنصوص القانون، لان المفروض في فن الصياغه. الدستور يتضمن امهات المسائل دون ان يتدخل في التفاصيل. ثم ياتي القليل يقول لك ايه؟ كل مواطن يجب ان يحمي الجنسيه، نقطه، على ان تنظم الجنسيه بقانون. يجي بقى القانون يتكلم على هل تمنح الجنسيه بناء على حق الدم، حق الاقليم، ويتكلم في التفاصيل. فمهمه الدساتير الايجاز. والايجاز ده مساله ما هياش سهله على الاطلاق. انا اتذكر احد الاقوال للزعيم الخالد ونحن بمناسبه ذكرى ثوره 19 في
افتتاح البرلمان أطال إلى حد ما في الخطبة، واعتذر لهم حيث لم يكن لديه بالأمس وقت للإيجاز. يعني الإيجاز ده مسألة ما هيش، فزي ما أنت بتقول فعلا غلب الطبع الإنشاء طبق معك 100%، ونصوصه أقرب إلى القوانين التي يجب. ولذلك أنا متوقع بعد ما نمر بهذه الفترات أن هذا الدستور لازم يتغلب ويعاد النظر فيه ككل. صفحة 10 13. لا استناني، أنا عندي 10 متكررة، عندي 10 وبعدين أدي 11 12 13 وجت صفحة 10 تاني. مش مهم، يعني رأيها وأنت بتعدها. التطور التاريخي للدساتير في مصر ومسؤولية رئيس الدولة. بتقول إن رئيس الدولة يسمو على كل السلطات في الدولة، ومن ثم كان طبيعياً نتيجة لذلك أن تظهر قاعدة دستورية القوانين التي تقضي بأن لا يصدر قانون على خلاف الدستور وإلا كان باطلاً، يتعين على القضاء الامتناع عن تطبيقه بمنتهى الخطورة. لا يملك القاضي أن يمتنع عن تطبيق القانون حتى لو كان غير دستوري، طالما أنه قانون يحمل في طياته إلزام، زي القرار الإداري. أنا أطلع قرار إداري بنقل موظف مكان لآخر تعسفا، يحمل في طياته، لازم ينفذ. فالقضاء ما يملكش، القضاء لا يملك أن يمتنع. لكن هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أنك حتى من كتاب آخر، في الولايات الأمريكية هناك قضاء الامتناع، وسائل رقابة تصدر قوانين منها سلطة وإمكانية القاضي في أن يمتنع عن تطبيق النص، لكن ده غير موجود في أي دولة خلاف الولايات المتحدة الأمريكية. تحت كده في الهامش بتتكلم على دكتور عمرو بركات، اقرأ كده محمد عشان تريحني شوية. بدون دار نشر او سند طب. بدون دار نشر او سند طب. طب الصفحه ده يبقى كتاب ممكن، لا لا دار نشر ولا سند طب ولا صفحه، ده يبقى كتاب ايه ده اللي انت شفته ده بقى؟ ده في الخيال يا محمد. فيتعدلها تشيلها 13. العنوان ايه يا محمد؟ تطور التاريخ للدساتير في مصر. للدساتير ايه؟ في مصر. اقرا كده اللي انت كاتبه. معلومة ان رئيس الجمهورية مصر العربية ورأس الدولة المنتخب وفقا لدستور 2014، وبالتالي فان رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات. ايه علاقة ده بالتطور التاريخي للدساتير في مصر؟ دي زي حاجة ان الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة. لا يعني مالهاش علاقة بالتطور التاريخي خالص. خالص. تمام. شيلها، لا هي جاية غلط، غلط. شيلها. 14. طالما انك بتتكلم بقى تطور تاريخي، بتقول بعد ان تولى السيد جمال عبد الناصر الحكم قام بتجميد النشاط الحزبي، ودخلنا في مرحلة التنظيم السياسي الواحد مساهم في الاتحاد الاشتراكي. لا، الاتحاد الاشتراكي ده كان مرحلة من المراحل، هي بدأت بهيئة التحرير، ثم الاتحاد القومي، ثم الاتحاد الاشتراكي، ثم الحزب الوطني الديمقراطي إلى أن قامت الثورة. 16. نظام الحكم في ظل دستور 64. بتقول أخذ بنظام الحكم، اقرأ كده يا محمد. أخذ نظام الحكم في ظل دستور 64 بجوهر النظام البرلماني، حيث نجد دعامتي النظام البرلماني وهما المسؤولية الوزارية التضامنية وحق الحل مقررتين في هذا الدستور. أولا نقدر نقول على زي ما الفرنسويين بيقولوا هنا بقى إيه، فوت جراف، يعني خطأ كبير وفيه ازدواجية. أولا ده الدستور الوحيد اللي خد بالنظام الرئاسي، أدي نقطة. اثنين، المسؤولية الوزارية التضامنية وحق الحل مش هم دول الدعامات فقط للنظام البرلماني. أهم دعامة النظام البرلماني يا محمد، ثنائية السلطة. ثنائية السلطة إيه؟ تنفيذية. طيب،
انت بتقول دعامتي النظام البرلماني كذا وحق الحل. لا، الدعامة الأساسية صناعية السلطة التنفيذية في رئيس الجمهورية وفي رئيس مجلس الوزراء. أحيانا تكون الكفة راجحة رئيس الجمهورية زي فرنسا وزي مصر، أحيانا تكون الكفة رئيس الوزراء زي المملكة المتحدة زي إسرائيل زي الهند إلى غيره. فانتبه للحاجات الفنية في مجال القانون الدستوري. صفحة 30 كما فندم، صفحة 30 أنواع المسؤولية. بتتكلم المسؤولية القانونية تنقسم إلى مسؤولية مدنية وجنائية وسياسية، ونسيت المسؤولية الإدارية بصفة عامة، وأنت كتبتها بعد كده في الفقه الإسلامي. 34 احنا بس بعد كده هنيجي، لأن الجزء الخاص بالمسائل الشرعية أنا ماليش في شيء. 34 مسألة، 41 يا محمد. شوف يا محمد، من فن إعداد الرسالة ألا أكتب نصوصا قانونية خالص، إنما أستنتج من النص الدستوري أو القانوني مبدأ وأبدأ أتكلم عليه بنوع من التحليل. فأنت لما تيجي لكده تكتب المادة 140، المادة 140 ماشي معايا يا محمد؟ معاك فهمت. ومادة 4 ومادة 143 مادة 146 147 كل ده لا، انت اما تشير اليه في الهامش كده ببساطة، اما تقول راجع المواد كذا وكذا، لكن ليس من مهمة الباحث، وإلا يبقى دوري ايه لما حصور المواد دي واجبها؟ هل انا ليا دور فيها؟ الإجابة بيقين لا. 46 يا أستاذ محمد، اقرأ كده في النظام الرئاسي نجد فيدور النظام الرئاسي حول عنصرين السين. لا، أما في النظام الرئاسي صفحة 44 فنجد السلطة، فنجد أن السلطة محصورة في يد رئيس الجمهورية والفصل الشديد بين السلطات. هل السؤال بقى هو أنت راجل هتبقى تاخد دكتوراه في القانون الدستوري والسياسة الشرعية مثلا، أو القانون الدستوري والإداري، السؤال هو هل النظام الرئاسي بينحصر في النظم الجمهورية فقط؟ الإجابة بيقين لا، هناك نظم ملكية وبتأخذ النظام الرئاسي، عندك دولة ولكنها بتعين لرئيس للوزراء، ولكن لا يكون بيده أي نوع من السلطات، زي كل السلطات في الأردن في يد الملك، نظام رئاسي بحت. في المغرب ما فيش بني آدم له أي اختصاص غير مولانا المعظم، يبقى كل السلطة في يد الملك، وبالتالي فهي أقرب إلى النظم. نيجي بقى إيه؟ يعني إيه بقى دي لازم تشرحها لي؟ أنظمة، اقرأ كده يا محمد النصف الرئاسي. ايه دي بقى؟ لو سألتك أقرب للنظام البرلماني، يعني البعض بيعبرها بالنظام المختلط، لكن ايه النظام نص الرئاسي؟ ما هي يا رئاسي يا برلماني، انت عارف النظم ثلاثة. وبرضه على خلاف الناس اللي بتطلع في التلفزيون ويقولوا فقيه دستوري وفقيه مش دستوري، يقول لك النظم ثلاثة، نظام برلماني ورئاسي ومختلط. خطأ جسيم، النظم ثلاثة، برلماني رئاسي، النظام المجلسي أو حكومة الجمعية اللي هي زي اللي موجودة في سويسرا. زي كنت تسأل أي سياسي في العالم، قول له من هو رئيس جمهورية سويسرا؟ مش هيعرف، لأن كل سنة بيتغير مع التشكيل البرلماني. فأدي النظام، النظم السياسية السائدة في العالم، يا برلماني يا رئاسي يا مجلسي. أما النظام المختلط قد يكون خليطا بين الرئاسي والمجلسي، وقد يكون خليطا بين الرئاسي والبرلماني، على خلاف ما يرى فقهاء القانون الدستوري في أجهزة الإعلام المختلفة. 46 بتقول في النظام الرئاسي الاستقلال المطلق. حكاية الاستقلال المطلق دي غير سليمة، الدليل على ذلك الآتي، ترامب هو مش نظام رئاسي؟ أمريكا نظام إيه؟
رئاسي والمثال التقليدي له. ده مش قادر يعمل الجدار بين الولايات المتحدة وبين المكسيك لأن الكونجرس واقف له بالمرصاد. يبقى هل هو ما هو لو له استقلال مطلق زي ما أنت بتقول كده يا محمد، هيجي واحد يقول والله ده أنا قريت عند الأستاذ محمد الشحات إن بيقول إن النظام الرئاسي استقلال مطلق، وبالتالي يبقى ترامب ده الكونجرس بيقيده ليه؟ وبنشوف كثير من الحالات التي يعترض، وفي هناك نوع من الاعتراض اللي اسمه الاعتراض التوفيقي، واحيانا البعض بيسميه الاعتراض التوقيفي لمشروع القانون، وشفنا كثير من الحالات. فالاستقلال دائما استقلال نسبي. 65 طبعا هي هذه الملاحظات وكثرتها نتيجة دقة الموضوع ونتيجة أهميته ونتيجة أنك كنت باحثا جادا في الموضوع. 65 بتقول طبيعة مسؤولية رئيس الدولة في ظل نظام إيه؟ في ظل دستور 2014. أبدأ الكلام بإيه؟ دستور 2014 جاء. يعني أنت لو سألت والدك هيقول لك لا الجملة الفعلية أقوى، نقول جاء دستور، لكن نقول دستور 2014 جاء في المادة 159 ما نصه. يعني أنت أعتقد أنك بتشعر بركاكة التعبير، فالجملة الفعلية دائما أقوى. 67 لا هات لي بقى إيه نلاقي حاجة كويسة. 73 بتقول اقرا كده اخر حاجه، غير اننا غير اننا وان كان لهذه الوجهه وجاهتها. الله ينور عليك. الا انه لا يجوز لاي نص ان ياتي منتقصا من حق اي فرد حتى ولو كان يحاكم امام محكمه خاصه. كلام سليم 100%. لا يجوز ان انا انتقص من حق اي شخص رغم ان انا احاكم امام القضاء العسكري، لكن كل ضمانات الدفاع على غير ما يتصور البعض على غير صواب انها هناك انتقاص. لا مفيش انتقاص، هي فقط طبيعه الجريمه او طبيعه المخالفه بتقتضي هذه المحاكمه. كمل يا محمد. تطلع الاحكام سبيل الى صيغورتها موافقه للحكم. ومن ثم فان القول بغير ذلك يهدد ضمانه من ضمانات المحكوم عليه. ألا وهي حقه في الطعن على أنا الحكم. كتب لك بقى الملحوظة، أنا أؤيدك تماما والكلام سليم 100%. 97 نمشي شوية كده. لا نمشي شوية. بتقول بعد ازدياد، اقرا كده، تدخل الدولة في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحول الدولة من دور الحارس إلى دولة الرخاء، وأصبح الاحتكاك كبيرا بين الأفراد وبين الإدارة العامة. الله يكرمك. إيه رأيك بقى العكس والصحيح؟ الدولة، الكلام ده كان في الماضي في الحقبة الاشتراكية، كانت الدولة تدخل في كثير من ميادين النشاط التي كانت محجوزة في الماضي، وكنا بندرسها للطلبة نتيجة أن الدولة كانت بتنهج منهج التأميم ونقل كثير من الملكيات إليها. حاليا في الخصخصة، حاليا العكس والصحيح. فالعبارة دي كانت عبارة من العبارات القديمة. 105 ويلاحظ أن من شأن تقرير مبدأ المسؤولية السياسية لرئيس الدولة أن يشجع على الاستبداد وقيام حركات التمرد والثورات. من شأن تقرير، يعني إيه؟ إن أنا ما أقول فيه المسؤولية السياسية لرئيس الدولة، ده العكس والصحيح. يعني أنا لما أقول إن في نص في الدستور كما هو الحال في دستور 2014 لأول مرة بينص على حق استجواب وسحب الثقة من رئيس الجمهورية، إزاي ده يا محمد هيؤدي الفساد؟ ده بالعكس، ده أنا هبقى متخوف جدا من الرأي العام ومن البرلمان حتى لا أسأل. فده لا 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 غير ده. 118 بتتكلم بقى سلطة المحكمة، اقرا كده. سلطة المحكمة الدولية الجنائية مع رئيس الجمهورية وأثر ذلك دستوريا. يعني ايه سلطة المحكمة الدولية الجنائية مع رئيس الجمهورية؟
محاكمة يعني، بس هو متحكمش ملهاش. وبعدين شوف اللي انت كاتبه، بتتكلم على دستور 58 الفرنسي، واقرا كده معايا عنوان المبحث التالي صفحة 111 اللي احنا بنتكلم عليه. انت خلطت الامور او الكمبيوتر لخبط لك البتاع ولا ايه؟ العنوان ايه؟ المسؤولية المباشرة لرئيس الدولة عن اعمال في ظل دستور ايه؟ 2014. ايه المحكمة الجنائية بقى اللي دخلت دستور 2014؟ تمام صح، شيلها 217. بتتكلم اختصاص رئيس الجمهورية بتعيين القضاة. وبعدين انت عمال برضو نفس الملاحظة اللي قلتها لك، تجي لي دستور 71، المادة 167، 168، 170، 100، كل ده ينشال يا سمو بسعادتك. 223. لا مش لا العفو. لا. بتتكلم جبت 223 الورقة الحمراء، الورقة البامبل. تمام. اقرا بقى يا محمد. سلطة رئيس الجمهورية التشريعية في ظل دستور 2014. الله يكرمك. سلطة رئيس، النبي اتكل عليا تاني يا محمد، سلطة رئيس الجمهورية. وقال بتكتب ايه؟ الفصل الثاني لوائح ايه؟ التفويض. التفويض. مش اتلغت يا محمد؟ في ظل دستور 2014، ده من مزايا 2014 ان كان رئيس الجمهورية الرئيس محمد انور السادات والرئيس مبارك كان بيستغل نصوص التفويض ويجوا يقول لهم بقى ساعة ما تقوموا في نهاية يونيو بعد ما يخلصوا بتاع فوضوني بقى، فيجوا يفوضوه فيعمل كل ما يحلو له بقى، اي قوانين بتاع مش عارف ايه، كل اللي عايز يعمله يعمله. فكانت مشكلة، هي مشكلة تدخل الدستور باعتباره يحتل مركز السمو والصدارة بين القوانين وألغاها. يقول لك محمد الشحات جه أحياها، ده كلام. أنا كاتب لك إيه؟ ألغيت التعليق اللي أنا كاتبه، أنا حابب أديك رسالة. ألغيت يا محمد في ظل دستور 2014، ورغم ذلك كتبتها بالتفصيل. انت بعد ذلك قلت انها الغيت. طب ما هي الغيت، انا بتعب نفسي فيها ليه؟ تمام سعد، ده انت تعاقب على المجهود الذي بذلته في دراسه هذا الموضوع. تمام معاك. مش شايف ان كاتب كده كلام عامل زي بتاع الروشتات، كنت مستعجل يظهر مش عارف. انت تجعل القارئ في حيره يا محمد، ان انا كتب. هل هي موجوده ام لا؟ 234. اسف، هي 33. بتقول قد تكون موافقة رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان ضرورية قبل الإصدار. لا، أما يجي يطلع قانون يا محمد زي القانون اللي البرلمان وافق عليه بإجراء بعض تعديلات على قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بتعيين المعيدين، فيما يتعلق بعدم اعتبار الندب الكامل إعارة، وافق عليه مجلس النواب وأرسل للسيد الرئيس ولكنه لم يصدر. طب بيروح ليه للرئيس لإصداره؟ هذه خطوة موجودة في كل دول العالم كنوع فلتر أولي، وفلتر كرقابة على دستوريات القوانين من جانب الرئيس قد يجد فيها عن طريق مستشاري أن هناك خطأ وأن هناك مخالفة فيعيد الموضوع بأسباب إلى البرلمان. ده هذا هو السبب الحقيقي، مش علشان يصبغ عليه صفة القانون، لا، هو خلاص أصبح قانون. بس عايز الولد اتولد خلاص، أنا بروح أطلع له شهادة ميلاد صح؟ تمام صح. فالميلاد شيء والشهادة شيء. تمام صح. 241.
عن سيد بقى يا محمد، شوف بقى في مقابل انك بتقول ايه حق رئيس الجمهوريه في اصدار اللوائح، خلاص، وبعد ذلك قلت ايه اللوائح التنفيذيه، مظبوط يا محمد؟ صفحه 237 قلت اولا اللوائح التنفيذيه، مظبوط ولا ماشي ولا انت خلاص؟ ثانيا ايه اللي بالصفحه اللوائح التنظيميه. تعال لي بقى في صفحة 241 بعد الفقرة الثانية، اكتب كده والنبي عشان كده. ثالثا لوائح الضرورة، نسيتها يا ابو حميد او منه الكمبيوتر اللي عمال يسقط منك الحاجات، كتبت ايه؟ اه يا فندم. كل اللي تحتها بقى يتعلق بايه؟ لوائح الضرورة. الله يكرمك. 252 ايوه كلها تتلغي يا محمد، لوائح التفويض. تمام ساتر. لا يعني حد قاله عشان خاطر يعني. 268 لان احنا عدينا بقى ايه في مسائل ما نقدرش نيجي ناحيها وهي المسائل الشرعيه. 268 كل اللي انت جاب بقى سلطات رئيس الجمهوريه في الفقه الاسلامي انا ماليش دعوه ابوه خالص، بس مش عارف ايه اللي في 268 يا محمد، يعني مالناش. من اول 268 كده وانت ماشي. انا ما يعني ليس لي لا 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 العفو العفو لا 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 خالص. نيجي بقى يا محمد خلاص 342 فاضل ثلاث حاجات، كل ده جزء شرعي في غاية الأهمية ودسم جدا وأحييك عليه وأنا استفدت منه حقيقة، بس في بقى جزئية كده بسيطة يعني أنا بستأذن معالي الوزير وسعادة الدكتور الوكيل العميد في القضاء في الإسلام ثلاثة، أو إذا كنت مخطئا فليصحح. واحد، أنت قلت القضاء في الإسلام ثلاث أنواع. صفحة 342. تمام. وقمت كاتب على طول اثنين قضاء الحسبة. أنا أعرف إن الحسبة ليست قضاء. ده نظام رقابة وقائي قد يتشابه مع وزارة التموين، قد يتشابه مع الرقابة الإدارية، قد يتشابه مع الوزارة يعني إذا ده أنت كاتب أهو ده بيحافظ على الآداب العامة بأصل ما معنى القضاء أن يفصل في منازعة. تمام يعني أما أجي أتجاوز وأقول أولا القضاء في الإسلام ثلاثة، قاضي عام النظر عام المكان، قاضي عام النظر خاص المكان إلى آخره. ممكن أقول كمان يضاف إليه قضاء المظالم، ليه؟ لأن هناك اختصاصات لوالي المظالم بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها زي ما أنت قلت إنه يشبه مجلس الدولة. لكن إن أنا أكتب القضاء في الإسلام ثلاثة وأجي أكتب الغلط الأول شكلي اثنين ثلاثة لا وكده كتب اثنين فقط وبعد كده كتب قضاء الحزب وبعد كده كتب قضاء المظالم يعني هو قال ثلاثة وزرعت فيه. تصلح يا محمد. حاضر. الحزبة نظام خلاص؟ نظام ايه؟ خاص بالامر بالمعروف اذا ظهر تركه ونهي عن المنكر اذا ظهر فعله، وانا بعتذر عن الحديث عن جزئية في الشريعة الاسلامية. اخر حاجتين يا ابو حميد اعتقد في التوصيل 366 الاول. 366 بتقول وسائل معلش برضه معلش معلش جزئية تانية كمان بس فضل معلش وسائل ايه؟ اقرا كده يا وسائل انتهاء ولاية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي خلاص وقعدت تتكلم ايش أسباب انتهاء الموت التنحي الحكاية الرواية وابن خلدون خصها في كلمتين جرح في عدالته
ونقص في بدنه. تمام صحيح. بس انت بتتكلم على المتعه، مساله طبيعيه يعني نقول عليها زي ما اساتذتنا بيقولوا معلومه من الدين بالضروره. تمام صحيح. يعني لخصها في كلمتين زي شروط الموظف العام في الاسلام ملخصه في الايه القرانيه الكريمه: يا ابت استاجره ان خيرا من استاجرت القوي الامين. قوه وامانه. وامانه. وتحت القوه حط 100 شرط بقى. القوه تمثل التعبير المادي للصلاحيه، حط تحتها شرط السن، شرط اللياقه الصحيه الى اخره، وحط تحت الامانه زي ما انت حسن السيره والسلوك، عدم ارتكاب جريمه الى اخره. تمام معاك. فصلح ايه الكلام ده. اخر حاجه هتبقى في التوصيات 376 اظن، وبعد كده كمان واحده وخلاص. 376 في التوصيات بتقول: يجب على المشرع الدستوري الا يميل كل الميل الى النظام البرلماني، اذ ان ذلك يحد من سلطات الرئيس ويغل يده عن تسيير امور الدوله. انا كاتب لك بقى من اين لك هذا. احنا قلنا النظام البرلماني بيتخذ في التطبيق مجالين، اما ان تكون قلنا لازم تبقى في ثنائيه السلطه التنفيذيه، اما ان تكون كفه الرئيس هي الراجحه كما هو الحال في النظام الفرنسي الذي نشا مع دستور 1958 او النظام المصري وغيرها من الانظمه الكثيره، واما ان تكون كفه رئيس الوزراء هي الراجحه. طيب ده انت عمال يا محمد تتكلم على سلطات رئيس الدوله في مصر التنفيذية، كلمت وسلطاته القضائية وسلطاته الداخلية وسلطاته الخارجية ورئيس المجلس الأعلى، يبقى النظام البرلماني لا يحد يا سلطان. فيما عدا ذلك أنا بتفق معك في كل التوصية. آخر حاجة بقى محمد في المراجع، ما حدش قال لك ان الترتيب يبقى المراجع دي تترتب ترتيب كده فني. اما تيجي تكتب في الكتب القانونيه ابراهيم شيح، بعد كده تكتب السنهوري، يعني مره تكتب الاسم بالكامل ثلاثي، مره تكتبه مفرد، مره تكتب السيد قبل احمد، مره تكتب انور، وبعد كده الجرف، وبعد كده زين. يعني انا وزيك انا كاتب لك الترتيب غير سليم، ولهذا تعد باكمله. احيانا تكتب اسم العائله واحيانا لا تكتبها، والترتيب يجب اما ان يكون ابجديا اما انه يكون تاريخي. تمام. انت اتبعت هذا ولا ذاك، فهنعيد ترتيب المراجع وانا هديك الرساله عشان ايه. لكن بصفه عامه مثل هذه الهنات لا تؤثر في الجهد الكبير الذي بذلته. زي ما قلت في الاول الرساله موضوع صعب، موضوع شائك، كان الجميع بيحاول ان يتجنب الحديث عنه، ولكنك كانت لديك الجرأه في اقتحام هذا الموضوع بالغ الحساسيه، بالغ الدقه، بالغ الاهميه. ورغم كل ذلك استطيع ان اقول انك اكتست الطريق بنجاح، ولذلك انا اهنئك على هذا العمل العلمي الجاد الذي يعد إضافة متميزة لمكتبة القانون العام والفقه الإسلامي في مصر. أهنئ بك أستاذيك الكريمين الذين تولى الإشراف على الرسالة، الأستاذ الدكتور منصور محمد أحمد وسعادة العميد الأستاذ الدكتور محمد منصور حمزة. أهنئ بك أهلك وذويك الذين شرفونا اليوم، وأهنئ بك الجهة القضائية التي تعمل بها، والذي شرفنا السادة المستشارين الأفاضل والزملاء النجباء. أستطيع أن أقول أيضا أنك رجعت في إعداد هذه الرسالة يا محمد للعديد من المراجع المصرية العربية والأجنبية، وتميزت بالأمانة العلمية المطلقة، هذه شهادة حق لا بد. وقد حاولت أن أرجع إلى بعض المراجع وجدت الأمانة العلمية التامة في هذه الرسالة. أبديت رأيا في بعض الموضوعات قد نتفق معها كما حدث،
وقد نختلف زي التوصيه الاخيره بتاع نظام البرلمان، قد نتفق وقد نختلف، ولكن في جميع الاحوال لابد ان اقر بقدرتك الفائقه على البحث والابتكار مدعما بالحجج والاسانيد. اتمنى لك كل التوفيق والنجاح والصحه. المستعان، مع خالص الشكر ومزيد من التقدير لمعالي الأستاذ الدكتور الوزير محمد مختار جمعة. شكرا. الحقيقة كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد أنس جعفر على هذه المناقشة وما أفدنا من توجيهات أو ملاحظات أو تعقيبات علمية أفدنا فيها من خبراته الطويلة سواء الأكاديمية أم القانونية أم الحياتية والحياة العامة، وخاصة أن الرسالة تتعلق بالحياة العامة فبما شغله سيادته من مواقع سواء كان رئيسا للجامعة أم محافظا أم الخبرة القانونية الطويلة. الحقيقة احنا بنشكره مع يعني هدوئه واتزانه والجانب العقلاني في المناقشة والإيجاز أيضا، لكن الحقيقة بقى تتحملوني بعض الشيء. وقد قالوا إذا كان من طبيعة الوالد أو الأب أن يكون رحيما فمن واجب الأخ أن يكون حاسما مع أخيه، وقد قالوا وقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقص احيانا على من يرحم. الحقيقه الجانب القانوني كما استمعنا ادى فيه الباحث اداء متميزا اثنى عليه الاستاذ الجليل الفاضل يعني ده مجاله واختصاصه، وليس ومن شهد له حذيفة فهو حسبه. فهذا الجانب كما يعني ذكر سيادة الدكتور لن نعود إليه مرة أخرى على الإطلاق، ولكن الحقيقة في الجانب الشرعي في بعض النقاط. أنا حقيقة عندما وقفت على الرسالة عندما قرأتها بما يجب أن يكون وجدت أننا نحتاج إلى وقفات كثيرة جدا 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 بما يجب أن يكون، لكن في ظل الظروف المتاحة بين أيدي الباحثين قلت التمست له بعض العذر، لأن الحقيقة المقارنة بين دستور 2014 وما جاء في الرسالة مقارنة غير دقيقة على الإطلاق، لأن الباحث اعتمد شأن زملائه وشأن كثير من الباحثين على كلام الفقهاء الأوائل، فقارن بين الشيء وما لا يناظره أو لا يناسبه. وعندما نقارن بين دستور 2014 كما قلت يجب أن نقرأ أحدث ما كتب في باب السياسة الشرعية لنقارن بين القانون الحالي وآراء العلماء أو الشرع في الوقت الحاضر. وأنا يمكن أقول طبيعة العصر وظروف العصر مختلفة تماما، يعني لو أنت هتقارن بحال الشريعة الإسلامية في عصرها الأول بكل ظروفها لا يمكن أن تجد وجها للمقارنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من الخلفاء الراشدين كان له مطلق الصلاحيات. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رئيسا للدولة وقائدا أعلى للقوات المسلحة وقائدا أعلى للشرطة وقاضيا للقضاء، وهو الذي يولي القضاء وهو الذي يعزلهم ويتولى القضاء بنفسه. طبيعة العصر كانت هكذا. وأنا هديلكم نموذج في الكتاب الذي يعني شرفت بالنديل للسادة أعضاء اللجنة. أنا أكتفي بالمبحث ده فقط كتدليل على أن الدنيا مختلفة تماما، ولا يمكن ومن الخطأ الشديد انك تأخذ نصوص او تصرفات جاءت في ظروف معينة
بتوقيتات معينة وتجعلها أشبه بنصوص القرآن والسنة ودون أن نفرق بين الثابت والمتغير. العقائد ثابتة والعبادات في أصلها ثابتة. الصيام إن شاء الله نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، لا يمكن لأحد أن يقدمه ولا أن يؤخره، ولا يقول كفاية نصوم لغاية العصر ولا نكمل لغاية العشاء. دي أمور ثبتت وانتهت، وهي أمور ثابتة، وإنزلها منزلة المتغير هدم للثوابت. لكن كل ما يتصل بقيادة الدول ونظام الحكم هو من الأمور المتغيرة. وعايز حد أي حد يجادل يجي يجيب لي كده نظام ويقول لي بص ده النظام اللي عمله سيدنا النبي، اللي يمشي عليه يبقى إسلامي واللي يمشي ضده يبقى مش إسلامي. حد يجيب لي كده يقول لي ده نظام الحكم في الإسلام. الإسلام لم يضع قواعد تفصيلية، وإنما وضع أطر عامة. الأطر العامة لخصناها في عدة نقاط. أولها إن الحكم يحقق العدل بمفهوم الشامل، يحقق العدالة بمفهومها الاجتماعي والقضاء، يحقق العدل بين الناس ويمنع كل أنواع الفساد. يبقى أول خطوة يحقق العدل. اثنين، يوفر حرية المعتقد للناس. الأمر الثالث، يعمل على قضاء حوائج الناس. في الجانب الأول قلنا يوفر العدل، لأن العدل يأتي في القليل والكثير والغني والفقير والكبير والصغير، وفي نفس الوقت يوفر حرية المعتقد. لكن التالتة هاب انه عايز يعمل والإمكانيات التي تحت يده لا تساعده، يبقى هنا يعمل على قضاء حوائج الإيه؟ الناس وتوفير الحياة الكريمة. أنا بقول للناس وخاطب بهذا الخطاب أي حد في أي دولة أو في أي دين، وقول له حكم هيوفر لك العدل وهيمنع الفساد وهيعمل على قضاء حوائج الناس بكل ما أوتي من قوة. انت عايز اي حد عنده عقل رشيد عايز اكثر من كده؟ انت بقى ضع من الامور التفصيلية في شكل دستور، في شكل قانون، في شكل تنظيم، في شكل لوائح ما يحقق هذه الاهداف. فكل ما يعمل على تحقيق هذه الاهداف هو حكم رشيد يتسق مع الفكر العام للاسلام. وكل ما يعاكس او يضاد هذه الاشياء لا علاقة له لا بالاسلام ولا بالاديان ولا بالانسانية، هو مرفوض انسانيا قبل ان يكون مرفوض دينيا. ولذلك بنقول اهو الضوابط اللي بنقولها، اي دين واي جماعة تقول له التلات ضوابط دول يبقى يقول لك دي الاهداف العامة لكل، مش الشريعة الاسلامية فقط، لكل الاديان السماوية. نيجي بقى تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، المبحث الذي ان شاء الله نوفره لما ومتاح على موقع الوزارة، تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة الدولة. بنقول ان تصرفات النبي كان منها ما يتصل بالعبادات، ده كان بيتصرف بصفته نبيا ورسولا، لما يقول صلوا كما أتموني أصلي، في الحج خذوا عني مناسك، دي أمور تعبدية. لكن تعالى بقى ما تصرف فيه من شؤون الدولة أو القضاء أو الحرب، تصرف فيه بصفتين، صفته نبيا وصفة رئيس دولة، صفته نبيا وصفة قائد أعلى القوات المسلحة، صفته نبيا وصفته قاضيا. طب الصفتين دول في صفة منهم لم تعد موجودة ولن تكون موجودة، لأن النبوة والرسالة انتهت وختمت النبوات بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى جانب النبوة في الجزء ده غير متاح لأحد الآن بعد أن لقي النبي ربه. يبقى بقى صفة تانية كن رئيس دولة، يعني كأنك بتقول اللي يعمل العمل ده كان فيه شرطين، شرط نبي وشرط رئيس دولة، شرط نبي وشرط قائد أعلى قوات المسلحة. طب النبوة ختمت، يبقى من يقوم بهذا العمل لابد أن يتوفر فيه الصفة الايه الأخرى. هديكم نموذجين اتنين أو ثلاث نماذج لكل واحدة. النموذج الأول، النبي صلى الله عليه وسلم بصفته نبيا وصفته رئيس دولة عايز يشجع الناس في شبه الجزيرة العربية أنذاك على الزراعة، وكانت معظم متطلباتهم الغذائية تأتي من خارج بلاد الحجاز ومن خارج مكة والمدينة، فعايز يشجع الناس. قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، الأرض واسعة والبشر قليل وعايز يشجعهم على العمل، قال اللي يستصلح قطعة أرض ياخدها.
هل ده حكم شرعي ديني يجي واحد الان يحط ايده على 1000 فدان او شركه تحط ايده على 10,000 فدان او على 100,000 فدان وتقول لك النبي قال وبيني وبينكم حديث النبي وانتم يا ظلمه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون واولئك هم الظالمون وان ده حكم النبي؟ يقول له خد بالك النبي لم يتصرف هذا على انه حكم شرعي وانما تصرف بصفه رئيس دوله يبقى ده من تصرفات رئيس الدولة وإلا أصبحت الدول إلى فوضى وذهب الحق العام يبقى ليس لأحد الناس. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب قال من قتل قتيلا فله سلمه، لأن الجنود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هو ليس لهم مرتبات وليس لهم أجور وهو الذي يأتي بالفرس وهو الذي يأتي بالسلاح وهو الذي ينفق على الفرس ولذلك كان الماشي له سهم والراكب له سهمان لانه بينفق على الفرس فالنبي عايز يديهم مكافأة وما عندوش حاجة يديها لهم مرتبات فقال من قتل قتيلا فله ايه كتعويض لبعض هؤلاء المقاتلين. طب يجي واحد الان يأسر مدرعة او عربية او في مواجهة مع الجماعات الارهابية يقول لك الارهاب اللي انا قتلته هاخد العربية والمحمول والساعة ما النبي قال فله. لو انت هتطبق نص الحديث من غير فهم هتقول كده لا نقول له النبي تصرف ده بصفته قائد اعلى للقوات المسلحه وقائد اعلى للشرطه يبقى اللي يتصرف هذا التصرف لابد ان تكون له هذه الصفه فدي الاعمال تنظمها قوانين القوات المسلحه وقوانين الشرطه. الرجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم الست اللي جت وقالت له اني فلان لا انكر عليه لا خلقا ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام انا الراجل اخلاقه كويسه ودينه كويس بس انا مش قادر اعيش معاه. النبي قال له اعطاك ايه؟ قالت له حديقه. قال له اتردين علي حديقته؟ قال نعم. قال اقبل الحديقه وطلقها تطليقه. هل حد من زملائنا من الائمه كل واحد قاعد في الجامع يجي له واحد يخرب بيوت الناس ويقول له اقبل الحديقه وطلقها تطليقه ويقول لك النبي طلقها يخليهم يستريحوا؟ يا سيدي النبي هنا تصرف بصفته قاضيا وعلم بحس القاضي أن الحياة بينهم مستحيلة وقدر أن لا يمكن أن تستمر فقال له إيه؟ فعشان كده لما يجيك حد ما تقعدش أنت تطلق الناس لا تقول له بقى أجي عند الطلاق روح للقاضي اللي هو يقدر أن يحدث الخلع مش أنت اللي تخلع وأنت اللي تطلق. فهنا بقى التصرف في شؤون الدولة كان هذا لابد أن تتوفر في هذه الإيه؟ هذه الصفات. ولذلك عشان نقارن بين الدستور والفقه الاسلامي صحيح خلي بالك عارف الفقهاء دول ناس عظام لا نقلل ولا يمكن لاحد بالعكس اسدوا الى الانسانيه طريقا عظيما لكن هم قالوا ايه؟ هم نفسهم قالوا ايه؟ قالوا احنا عملنا الفقه ده لزماننا احنا اجتهدنا لوقتنا لما يجي زمان كنتم لا هتنظروا لو كانت الوقائع هي الوقائع والظروف هي الظروف يبقى الكلام ده يناسبنا ويناسبكم لكن لو تغير الزمان والمكان وتغيرت الاحوال فاجتهدوا بما يناسب الزمان. الامام الشافعي نفسه لما كان بيفتي في العراق وجاء الى مصر كان له مذهبين المذهب معروف بالقديم ده عشان لقى وضع الناس في مصر متغير عن وضعهم في الايه في العراق وهو في نفس الزمن فما بالك بقى بمستجدات ومتغيرات وطبيعه الزمان فما يتصل بنظم الحكم وسياسه. ولذلك لو انت جيت تقول لواحد تعالى بقى نطبق عشان كده بعض من لا فقه لهم ولا فهم لما حاولوا في ظل عهود بائده ومظلمه في السنوات الظلام اللي كانت الجماعات المتطرفه تلم بالامر حبوا يجاملوهم قالوا لهم بقى ما النبي كان بيعمل كل حاجه اعملوا انتوا كل ايه؟ ده الخطاب ده ينال يقدح في فهمنا لديننا. لما تيجي انت في الان في القرن 21 وتقول ان الصلاحيات مطلقه ويعمل كل حاجه ده انت بيعد ده يعني بعد الدول اللي تعرفين في النظام العصري لا يمكن ان يتصور ذلك. اذا القانون او الدستور عقد مواطنه ما يتفق عليه الناس على انه ينظم وليس زي ما قال سياده العميد سياده الدكتور انس في انظمه متعدده لو كان هي نظام ديني بقى كان بقى نظام واحد. ولذلك ليست العبره بالاسماء والمسميات وانما العبره بما يحقق مصلحه الناس. ولذلك يجب احنا عشان كده لما كان سياده الرئيس يطلق قضايا تجديد الخطاب الديني لا يعني التصحيح ما فيش يعني عفوا هو وضعه صحيح
لتصحيح الاخطاء. مش حد هيجيب دين جديد، لكن نفهم الدين في ظل ظروف ومعطيات الايه؟ العصر. حتى في اللباس، البس. احنا دايما تلاقي في الكتاب اللي ايضا اللي معانا النبي صلى الله عليه وسلم، اللباس امر اللباس من قبيل العادات. مطلوب فيه ايه في اللباس؟ يستر العوره ولا يكون مبالغا فيه خيلاء وافتخار، ويراعي الذوق العام والادب العام للمجتمع. تلبس ما يعني، ليس ان اللي بيلبس بدله قليل دين واللي بيلبس حاجه تانية او جلابيه هو المتدين. بدليل، طب قول لي بقى النبي، يعني هل النبي كان بيلبس نفس عمامه اللي لبسها الشيخ صفوة دي؟ تقول لي النبي لبس ديه؟ النبي لبس مما لبس منه قومه، واكل من اكل مما اكل منه قومه، ووضع ضوابط عامه انك لا يكون خيلاء. طب اقول لك، لو اللي بيلبس جلابيه وبيختل بيها دخل في الخيلاء، فالعله في الخيلاء. عشان كده حتى يجي بعض مثلا بعض الناس يقول احاديث السواك، النبي تحدث عنه، هل المقصود بالسواك العود الخشبي فقط ولا نظافه الفم؟ نظافه الفم تتحقق بالسواك، بالفرشاه، بالمعجون. نيجي لاهل الاختصاص الطبي بقى، نقول لهم مين الافعل؟ يقول لك والله السواك ده هتستخدمه، ده عايز عنايه خاصه، لان الولد بيستخدم السواك ويحطه في جيبه ويتلوث من الميكروبات وياخد اتربه ممكن يترتب عليه ضرر اكثر من النفع، لاني بيحتاج عنايه خاصه في التنظيف. لو انت هتلبسه وتنظفه مش مشكله، لكن لو انت بقى شايف ان تنظيف الفرشه ايسر وماده السواك بتتحول لمعجون. انا قلت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بيننا لاخذوا من الحداثه كل ما يخدم الانسانيه في كل جوانب حياتهم. مش كان هيركب السياره بس، كانوا صنعوا افخم السيارات واجتهدوا ان يصنعوا ذلك، لان الاسلام دين العلم. فاحنا لا يجب ان نجمد عند ظروف معينه ولا نقلل ولا نهدمها، ولا يمكن ان نهدمها، انما علينا اعاده الايه؟ النظر. فما وافق عصاهم ولا يوافق عصانا، علينا ان ننظر بالاجتهاد بما يناسب طبيعه الايه؟ طبيعه العصر. انا ايضا زي سياده الدكتور ان شاء الله ساحاول الخص كلامي في حوالي ربع ساعه على الاكثر ان شاء الله. ايضا الحقيقه في حاجات كده شكليه في المقدمه في الاسماء عند الدكتور محمد مختار جمعه، هتخلي في نسخه مصححه عضو مجمع البحوث ووزير الاوقاف، لان عضو مجمع البحوث هو اللي بالصفه التي تؤهل للمناقشه في الدراسات العربيه والشرعيه معا، فده تعليم شكلي. ايضا يحسب لك ايضا ولاستاذيك المشرفين لمسه الوفاء في الاهداء لمشرفك الذي لقي ربه قبل ان يكتمل البحث، ونسال الله له واسع الرحمه والمغفره. انا مش هقف عند التفاصيل، وانما اربع خمس ملاحظات، واترك ان شاء الله زي ما قال سياده الدكتور هندي النسخه للباحث ويراجعنا الحاجات البسيطه دي نبقى نراجعها حتى لا نستهلك وقت حضراتكم. الحقيقه احنا في عصر الاتقان. صحيح يمكن سياده الدكتور كان بيحاول يخفف شويه ويقول له الكمبيوتر غلط والكمبيوتر لخبطك، الكمبيوتر نحن الذين نعمله لا هو الذي يعملنا، فالباحث مسؤول عن كل ما ياتي من اخطاء. والحقيقه انا في كليه اللي شرفت ان انا تقريبا وانا عميد كليه ووكيل عملت تقريبا نحو 3 سنوات كمراجع لغوي في المكتب الفني لمحكمه النقد يوم في الاسبوع، والحقيقه اشهد ان هناك عددا من الساده القضاه والمستشارين ما زالوا يملكون ناصيه اللغه بقوه كافضل اساتذه اللغه المتمكنين، والنص القانوني كالنص الاصولي ما لم يكن صاحبه متمكنا من اللغة يمكن أن تنجرف به كلمة إلى خلاف المقصود. وانت عارفين أن اللعب كله يكون في مدلولات الإيه؟ الألفاظ. فخطورة عدم الدقة في اللفظ القانوني لا تقل عن عدم الدقة في النص الأصولي، فمهم جدا جدا للقاضي ألا يكون ملما باللغة فقط، بل عليه أن يكون متمكنا منها غاية التمكن. وأنا أرى أن ابننا الباحث الدكتور محمد إن شاء الله في حاجة أن هو أن يصقل مواهبه اللغوية، وإحنا مستعدين نستضيفه مع نخبة من زملائه في أكاديمية الأوقاف،
ونخصص دواء للغة العربية، لأن كل ما يتصل بهمزات القطع والوصل وبعض النقاط الإملائية، وأنا أذكر بمناسبة هذا الأمر ليس سهلا لا في الكتابة ولا في الحياة العملية. يوم أن كنت في الفترة اللي قضيتها في محكمة النقد، كان في أحد الصدى القضائي يقول لي بص أنا عارف إن الهمزة دي هي اللي هتمشيني من المحكمة، لأن فعلا كان فيها رئيس دايرة حقيقي ما يعديش نقطة مش في مكانها، ولا الفصة ولا الفصة المنقوطة. وحقيقة أحد السياسيين المعاصرين عمل تجربته الحياتية في المجلدين، أدهشني إني لم أجد خطأ لا طباعيا ولا إملائيا ولا همزة وصل ولا قط في المجلدين طولا وعرضا، وكتبت عن ذلك مقالا في صحيفة الأهرام. وكان بعض المحققين يكتب كتابا من 6 أو 10 مجلدات لا يمكن أن تجد خطأ طباعيا رغم ظروف الطباعة في أيامهم، وإنك تبقى بالحروف لا، لأن الدقة إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنا يعني إيه مش هقف عند النقاط دي، هبقى أديها للباحث كلها يا شطور اعطى كذا في، لكن في كلمات مثلا زي بصفحة 3 بيقول كذلك بينا الاختصاصات التي أولاها الفقه الإسلامي للخليفة. الحقيقة أنا أريد ترسيخ مفهوم أو مصطلح الحاكم بدل من مصطلح الخليفة، لأن قضية الخليفة انجرفت أو انحرفت بها الجماعات المتطرفة لتفسيرها وفق هواها هي. فإحنا عايزين نرسخ في فقهنا الإسلامي فضلا عن القانوني مصطلح الحاكم، لأن نص المصائب اللي قامت بها أو معظم المصائب التي قامت بها الجماعات المتطرفة هي من المتاجرة بقضية الخلافة ومحاولة إنتاج نظام كان له ظروف معينة في أوقات تاريخية معينة، ومن الصعب إن لم يكن من المستحيل إعادة إنتاجه في ظل الظروف العصرية، لكن يمكن أن تكون هناك الوحدة الاقتصادية والوحدة الثقافية والفكرية وأنواع كثيرة كجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. هناك أشكال عصرية جديدة يمكن أن تسد جانبا كبيرا في قضية وحدة الصف العربي أو وحدة الصف الإسلامي. فأنا دايما أفضل لفظ الحاكم على لفظ الخليفة. طبعا حاجات اللي قلت هي معايا كده هبأديها لابننا انت كلها اللي هي همزات دي لن أقف كثيرا عند هذه النقاط. 2 أنا كاتب كتير لكن عشان الوقت هنختصر، هنجيب 167. أنا يمكن مش همشي بقى زي الدكتور بالترتيب بس عشان أخذ أهم الملاحظات سريعا. 167 الحقيقة في فصل، يعني أنا أفضل بدل ما ندخل في مناقشات تفصيلية لأن الحقيقة ما كتب فيه كل سطر فيه يحتاج الى كلام كثير، فانا بفضل هذا الموضوع هنشيله بالكامل. احنا اتكلمنا عن مسؤولية الرئيس الدينية في شوية تعديلات بسيطة كده. هو المطلب الاول صفحة 163 يا محمد، الاساس الفكري للدولة الاسلامية. انت كاتب تحت ان الدولة في الاسلام، مصطلح الدولة في الإسلام أدق من مصطلح الدولة الإسلامية، لأن الدولة الإسلامية مصطلح حوله كلام كثير. فنخلينا الدولة في الدولة، نظرة الإسلام إلى الدولة. لما نيجي بقى المسؤولية الدينية لرئيس الدولة في الفقه الإسلامي، أنا كتبت حوالي 5 أسطر هديهم لك. يعني أنا عندي مثلا إيه سبب يوجب رئيس زيارة، كما أن الحاكم عليه أن يلتزم بأركان الإسلام فإن جحدها أو واحدا منها أو تكاسل عنها فإن ذلك يوجب مسؤوليات رئيس الدولة زيادة على مسؤوليته بسبب ردته عن الإسلام. ما حدش قال إن واحد تكاسل عن أداء مرة الصلاة مرة يبقى مجرد التكاسل مرة ده مرتد على الإسلام، حدش قال كده أبدا، ولا يمكن حد يقول إن مجرد التكاسل عن العبادة رد على الإسلام، بل إن في مناظرة حدثت بين الإمام أحمد ابن حنبل والإمام الشافعي في تارك الصلاة، هل هو مسلم ولا كافر؟
فطبعا الامام الشافعي المسلم قال الامام احمد كافر، قال له طيب اذا اراد الكافر ان يسلم افسلمنا معاك ان الراجل كافر، طب عايز يسلم يعمل ايه؟ قال له يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال له الرجل على هذا القول لم يفارقه منذ ولدته امه. يعني لو الرجل الكافر عايز يسلم لا اله الا الله محمد رسول الله. طب ولذلك لا تكفير على المعاصي، مفيش حد كفرش حد بمعصيه والا تفتح بابا ايه لا يسد. حتى مصطلحات اللي جاءت كفر دون كفر، كفر بمعنى الجحود، كفر بمعنى ضعف الايمان، اما الكفر الذي يعني الخروج من المله فله ضوابط شديده، الاصرار فيه والحكم على الناس بالرد او بالكفر او بالخروج على الاسلام، هذا امر في غايه الخطوه. بل لان احنا بنأكد على حاجه اقولها لكم بقى، في نوعين من التكفير، حاجه بنسميها تكفير المعين وتكفير غير المعين. تكفير المعين غير المعين، واحد يقول لك سألني سؤال يا مولانا لو واحد والعياذ بالله مزق المصحف مستهزئا منكرا امام الناس وقال له فيه مصحف حكم ده ايه؟ اللي يعمل كده اقول لك خارج عن الاسلام. طب يقول لك فلان عمل كده اقول له لا بقى، فلان ده الحكم على شخص بعينه ده مش شغلة الاشخاص، ده شغلة القضاء. ليه؟ ما جايز الراجل في اللحظة دي كان سكران فيحاسب على السكر لا على الكفر. جايز الراجل يقول لك انا كنت مغيب عقليا واصابته لوثة طارئة، فاذا لابد الحكم على شخص ما، هذا لا يكون الا بحكم قضائي نهائي وبات، وليس لاحد الناس ولا لعامتهم، والا لكفر كل الناس بعضهم بعضا. انما تكفير غير معين الكفر المترتب على الفعل هذا شان العلماء، عشان لما يروح القاضي والقاضي جاء واحد عمل العمله دي يسال بقى هيئه كبار العلماء يقول لهم عندي واحد عمل كذا، العمل اللي عمله ده يؤدي الى الكفر ولا يكفر ولا لا يكفر؟ فاذا القضيه فيها شق يخص العلماء وهو ابداء الراي للقاضي. اما الحكم على شخص، لان ما يترتب على التكفير قضايا سهله، التفريق بينه وبين زوجاته ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقام المسلمين، فانك تتهم واحد بالكفر او بالرده هذا امر طبعا انا لا اقول انه تام هنا، لكن عايز اقول التكاسل عن اداء فريضه. بل حته ثانيه هنا، على الرغم من اني انت اتكلمت عن النظام الديمقراطي وقلت فلو فرض ان دوله من هذه الدول يوجد فيها مسلمون، طبعا انت كاتب مسلمين خطا، فده صلحها يوجد فيها مسلمون واراد ان يترشح غير مسلم فهل يمنع من ذلك بحجه ان الحاكم لابد وان يكون مسلما؟ وانت قلت اعتقد ان الاجابه ستكون بالنفع، وقلت في ظل المواطنه والديمقراطيه يبقى يمكن العبره طالما انت ارتضيت قضيه المواطنه المتكافئه يترشح والناس بتنتخب. اذا كنت انت ابحت اصلا لغير المسلم ان يترشح للولايه العامه وللحاكم ولحكم، فهو فهتشيله اذا كان اصلا ان هو لو لم يكن مسلما اصلا انت قلت ما عندكش مشكله ان يبقى ايه؟ ان يبقى حاكم. طب لو بقى مسلم متكاسل مره على الصلاه، هل اذا كلام شديد الايه؟ التناقض. ولذلك البحث مسؤوليته بسبب ردته مهما عدل فيه لم تستطيع ان تفي بالمطلوب. فاحنا هذا المبحث مسؤوليته بسبب ردته اللي هو من صفحة 168 ل 177 هنشيله بعد اذن السادة المشرفين، وانا كاتب كم سطر يربطوا المبحث، هديك تضيفهم حوالي 5 اسطر، ان احنا ان على كل انسان ان يدرك ان المسؤولية الدينية بقى بينك وبين ربنا، المسؤولية القانونية يمكن الدكتور لما اتكلم المسؤولية القانونية ملموسة، تقدر تقول ده خلف النص ده ولو خلف النص ده يتحاسب بكذا، اما المسؤولية الدينية فالاصل فيها انها امانه بينه وبين ايه؟ وبين الله، اللي بتقول على كل انسان فضلا عن كونه حاكم ان يدرك انه مسؤول امام الله وانه سيقف امام الله، ونعمل على ما يحرك الوازع الديني لدى كل انسان فضلا عن كونه مسؤولا، لان المسؤوليه القانونيه تضبط بضوابط القانون، اما المسؤوليات الانسانيه والاخلاقيه فهي عمليه متسعه دي تضبط بالرقابه فيما بين الانسان وبين الله، فالجزء ده احنا هنشيله الكام صفحه دول وهديك بدلهم. في بقى 167 168 في 168 خلاص 163 انا اظن مضيت عليها. نفس الفكره. ايوه انا
ايضا زي ما الدكتور قال هختم ببعض النقاط السريعه. انت عملت توصيات بس عايزين التوصيات اكثر وضوحا، والحقيقه تاكيد على انك انت عارف الدراسه المقارنه تبقى دقيقه امتى؟ عندما تضعنا في نظام جداول وتقول ادي النص القانوني وادي النص الفقهي. يعني لو انت الدنيا كانت عفوا بدليل ده يؤكد انك ما قدرتش تمسك حاجه محدده من كلام الفقهاء القدامى تستطيع انك تقارن بينها، ولو مسكت كان يجب ان تضعها في جداول. انت عارف زي ما نيجي نعدل القانون يقول لك ادي النص القديم وادي النص المقطع ونقول ده هتضيف ايه. انت لو بتقارن مقارنه علميه كان ينبغي ان تاتي بالنص القانوني وما يقابله من اراء الفقهاء، وعند الفقهاء تقول والله ادي مذهب المالكيه والشافعيه والاحناف والحنابله والراي المختار، ثم تاتي بالنص الفقهي وتضعه في مقابله النص القانوني وتقول اي النصين اكثر دقه لو كنت انت حاولت تضع مقارنه حقيقيه. لكن الحقيقه برضو انا بقول احيانا تبقى القضيه مع الشريعه الاسلاميه كده عمليه تجميليه، انا بقارن بالشريعه، ولذلك انا كنت اقول نضع الامور في مصابها. وكثير من الموضوعات احنا عاملين خطبه الجمعه الجايه ان شاء الله ضوابط الاسواق وادبها، ما قلتش في الاسلام، ضوابط الاسواق بصفه عامه. يا عم انا هتكلم على السياحه، يجي واحد يقول لك السياحه في الاسلام، يقول لك اصل سيدنا عمر او سيدنا عبد الله بن عمر كان عنده جمل وكان يطلع به الصح. انت يعني بتخلق اشياء بتحملها ما لا ايه؟ ما لا تحتمل، فما تحملش الاحداث الدينيه ما لا تحتمل عشان الناس تحترمها. نضع الامور في ايه؟ انت قول ادي هتكلم على السياحه. السياحه مصدر من مصادر الدخل القومي السائح، ادب السائح، احترام السائح. انا كنت دايما اقول للمرشدين السياحيين اياك ان تعمل على عقيده السائح. من اخطر ما يكون انك تشتغل على عقيدته، هو مش جاي عندك عشان انت مش جاي هنا ياخد دروس دينيه. انت اريه من بلدك المظهر الحضاري في التعامل في الانتظام، خليه يحترمك كانسان متحضر في احترام ادميه الانسان، ما تبتزوش، يجد بلدنا نظيفه، يجد النظام اينما ذهب، يجد في كل النقاط. عايزين ناخذ الجانب العملي في الاسلام، لان حقيقه اخذ الجماعات غير الفاهمه بالجانب الشكلي على حساب المضمون والسلوك والاخلاق اضر بنا كثيرا وبصوره الاسلام والمسلمين في العالم. انا كنت في اقول لهم عندنا التاجر، التاجر الفاهم هو الذي يدخل الجنه بصدقه وامانته لا بصلاته وصيامه فحسب. هالتاجر بيصلي ونام في الجامع وبيصوم اثنين وخميس وبيصوم يوم ويوم وغشاش وبيكذب وبيحلف خطا ومشغل القران وكاتب على المحل محل الصدق والامانه وهو جوه الغش كله، هل هو ده السلوك؟ هل بمجرد ان كتب محل الصدق والامانه ومحل مشغل القران الكريم وحاطط مصحف في البترينه وهو ملتحي، هل هو ده سلوكنا؟ ده بالعكس. انا اقول لك على حاجه، اذا كان الشكل شكل الاسلام والمضمون عكس ذلك، ده انت بترتكب كارثه ومصيبه وهي عقوبه الصد عن دين الله. لان الناس يقول لك يا عم اذا كان ده الدين بتاعكم مش عايزينه. لو الدين بتاعكم كده انك انت تخادع الناس بالشكل والمضمون يقول لك مش عايزين الدين. عشان كده النبي ما قالش التاجر الصائم ولا التاجر المصلي ولا التاجر اللي بيحج كل سنه، حج 100 سنه وانت الحج من حرام ربنا مش هيقبل لك حج ولا عمر، لان شرط اساسي حل المال. انما التاجر قال التاجر الصدوق الايه؟ الامين. احنا للاسف تركنا الفضائل السلوكيه واهتم كثير من الشباب او بعض او اهتمت الجماعات المتطرفه بالجانب الشكلي على حساب المضمون، وهذا ادى الى مصيبه كبرى. هختم بس النقطه. الحقيقه احنا دايما نعرف في المراجع، انا اخذ المراجع القانونيه من كتب القانون واخذ المراجع الشرعيه من كتب الايه؟ الشريعه. برضه من النقاط، هو للاسف الاسلام الدين زي ما قلت في الاول وضع اطر عامه لنظام الحكم في كل القضايا. هي ليه بنقول الشريعه الاسلاميه بفضل الله صالحه لكل زمان ومكان؟ لانها ما خنقتش الناس،
حطت قواعد واسعة وقال لك في ضوء القواعد الواسعة دي كل زمن وجيل هيجتهد ويضع الأمور الإيه التفصيلية. لكن لو كان حط قواعد ثابتة كان من حكمة ربنا إن الشريعة تستمر أن يضع أسس عامة ويترك هذه الإيه هذه المنهج. لكن إحنا بقى عايزين نجيب نحمل الأحداث ما لا تحتمل ونقول ده إحنا كل حاجة كانت عندنا في الدين كل حاجة عصائية يقول لك الدين ألم عم الدين وضع الأسس العامة والقواعد العامة فلا تحمل النص ما لا إيه ما لا يحتمل. صحيح في وثيقة المدينة المنورة وهي من أفضل وثيقة في التعايش السلمي في تاريخ الإنسانية، لكن دي كانت وثيقة بوضعها. أما جا أقول واخد مرجع الوثائق الدستورية في دولة النبوة والخلافة الراشدة وأنقل صحيح مع كل التقدير واحترامنا من إحدى المجلات الدينية، لكن الوثائق الدستورية دي كانت وثيقة أسمي الأسماء بإيه بمسمياتها. ولما أتكلم في الوثائق الدستورية أخدها من فقهاء الدستور، ولما أتكلم في المرجعية القانونية أخدها من الإيه من القانونيين، ولما أخد الشريعة أخدها من علماء الإيه، إنما ما روحش عند علم الشريعة أخد منه الجانب الدستوري والقانون. ماله هو ماله مال الدساتير ولا يستطيع يعني زي ما قال سيادة الأستاذ الدكتور النص الدستوري له طبيعة والكلام العام له طبيعة. فهنحذف المصدر رقم 168 وتستبدله في الداخل بمرجعية قانونية. وأنا بضم صوتي طبعا وصوت الأستاذ الدكتور أنس في أن المصادر كلها محتاجة إلى إعادة صياغة إن شاء الله بإذن الله تعالى قبل الطباعة النهائية وقبل مجلس الجامعة. سيادة الدكتور هيدي لك الملاحظات وأنا هسلمك كل الملاحظات، لكن قبل أن تعتمد في مجلس القسم إن شاء الله هنجتهد، لأن طبعا خلي بالكم الرسالة دي ليست رسالة عادية، هي رسالة ذات طبيعة خاصة ويقينا هتبقى مطلب كبير ومرجعية في بابها، وهي فتحت بابا هاما كما قلت زي ما قال سيادة الدكتور كان من المحرمات واتخذت موضوعا شجاعا. ودايما عشان يبقى احنا وبهذه اللجنة واحنا مشاركين فيها ما ينفعش بعد كده تطلع لا للجامعة ولا للرأي العام ولا تطبع إلا وتكون بفضل الله اجتهدنا أن تكون في أفضل صورة، وإحنا نساعدك إن شاء الله في ملاحظة استدراك هذه الملاحظات سواء الطبيعية أم اللغوية أم الملاحظات الشرعية وتدقيق المصطلحات داخل الرسالة. متمنين لك كل التوفيق. والآن أنا بأترك يعني مسك الختام مع الأستاذين الفاضلين المشرفين على الرسالة، وطبعا نبدأ بسيادة العميد الأستاذ الدكتور محمد منصور فتحي. شكرا الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. وبعد، نجتمع اليوم في رحاب العلم ومعية العلماء، العلم الذي ما حث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على الاستزادة في شيء مثل ما حثه على الاستزادة في نعيم. قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. ولا يحسب الانسان مهما بلغ من العلم انه قد بلغ اقصى، فالعلم بحر لا يصل الشخص الى منتهى. وصدق الله تعالى: وما اوتيتم من العلم الا قليلا. نرحب معا بمعالي الوزير الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، ذلكم العالم الجليل صاحب الفكر الوسطي المستنير صاحب الانجازات المتميزه في مختلف قطاعات وزاره الاوقاف وانجازات تتحدث عن نفسها خاصه فيما يتعلق بالموارد الذاتيه والماليه الكبيره، والتي ساهمت بشكل ملحوظ
في المشروعات الاجتماعية والإنسانية، مما خفف العبء عن كامل الخزانة العامة للدولة، وكذلك مجهوداته الحثيثة في تجديد الخطاب الديني بما يتفق مع المفهوم الصحيح للكتاب والسنة، وكذلك مجهوداته في مكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره من خلال نشر مفاهيم الدين الإسلامي وإقامة العديد من المراكز الإسلامية والمدارس القرآنية لتحقيق هذا الهدف. ولعل من أهم إنجازات سيادتي في العام المنصرم 2018 إنشاء أكاديمية الأوقاف العالمية لتدريب الأئمة والدعاء، وغير ذلك من الإنجازات التي تبرز حسن طريقه في وزارة الأوقاف. شرفت بفضله كلية الحقوق، وسعدت بقدومه جامعة بنها، وزادت بلقائه محافظة القيلولة، فأهلا بفضيلته في جامعة بنها، أهلا ومرحبا بسيادتك. شكرا سيادة العميد، تسلم. شكرا. كما أرحب بمعالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد أنس جعفر أستاذ القانون العام بجامعة كلية الحقوق جامعة بني سويف، ورئيس جامعة بني سويف الأسبق ومحافظ بني سويف الأسبق، فقيه دستوري وعالم من أعلام القانون العام بمصر والوطن العربي. تزداد مؤلفاته العلمية وبحوثه المتعمقة المكتبات المصرية والعربية، وستظل هذه المؤلفات معينا خاصا لرواد العلم وباحثه، متعه الله تعالى بالصحة والعافية. كما رحب بزميلي العزيز أستاذ الدكتور منصور محمد أحمد أستاذ القانون العام ووكيل كلية الحقوق جامعة شبين، والذي تشرف الكلية بسيادته محاضرا ومناقشا بمشرفة المسائل العلمية، أداه الله تعالى ما بيننا من مودته وإخاء. كما أرحب بمعالي الوزير الأستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القيلولية، صاحب الأداء الراقي والجهد المتميز بالمحافظة، والذي يشارك الجامعة بكل جهاتها المختلفة في مؤتمراتها العلمية وندواتها التثقيفية واحتفالاتها في أنشطتها المختلفة رغم مهاب الجسام ومشاغله الجامعة، فأهلا ومرحبا بسيادتك. كما رحب السادة الحضور جميعا من السادة أعضاء التدريس والأجهزة الفضائية والشرطية والسادة الحضور جميعا الأئمة الكرام، سلام الله تعالى عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. طبعا بصفتي مشرف على هذه الرسالة، فأنا مشارك للباحث في إعداد هذا العمل العلمي، وإذا كان هناك بعض الملاحظات التي أبديت من اللجنة الموقرة فأنا كنت قبل الباحث أدون هذه الملاحظات حتى نأخذها بمحمل الجد ونراجع هذه الملاحظات عند طباعة هذه الرسالة. حقيقة طبعا الموضوع كما تفضل السادة الوزراء موضوع من الموضوعات المهمة، ويحمد للباحث أنه اخترع هذا الباب، جرأته متناهية في التصدي للدستور، تناوله بالنقد والتحليل والتطبيق، وتوصل إلى نتائج مهمة كما ذكر في ختام رسالته. طبعا موضوع نظام الحكم كما تفضل معالي الوزير من الموضوعات التي وضعت لها الشريعة الإسلامية القواعد العامة والمباني الشاملة تاركة التفاصيل لكل عهد ولكل عصر يأخذ من هذه المباني وهذه القواعد ما يتناسب وطبيعة عصره والمتغيرات الاجتماعية. فنحيي الباحث على هذا العمل، وإن شاء الله تعالى نراعي هذه الملاحظات حتى يكون هذا العمل جديرا بإيدائه في مكتبة الكلية، وليس مكتبة الكلية الحاسب ولكن كل المكتبات العربية. فأحيي الباحث وأشكره على هذا العمل وأشكر السادة الحضور جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل سيادة الوكيل. تفضل سيادة الوكيل. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. متعودين.
الناس بيطلعوا ولا اللجنه بتخلع؟ في اصدار هيئه. طيب ان شاء الله تحكم. التقارير موجوده عندنا. والتأديرات اللي طرحها برضه موجوده كما تشريع لمناقشه هذه الرساله العلميه الهامه. ايضا شرف كبير ان اجلس الى جوار استاذي العالم الجليل استاذي الدكتور محمد انس جعفر استاذ القانون العام بكليه الحقوق جامعه بني سويف ورئيس الجامعه الاسبق ومحافظ بني سويف الاسبق وله العديد والعديد من المؤلفات العلمية المتعمقة في مجال القانون العام. شكرا لمعالي العميد الأستاذ الدكتور محمد منصور حمزة على الاشتراك في الإشراف على هذه الرسالة. معالي المحافظ الأستاذ الدكتور علاء بيك عبد الحليم محافظ الأيوبية وأستاذ جليل في الجامعة. السادة أعضاء التدريس بالجامعة، السادة أعضاء الهيئات والجهات القضائية والأجهزة الشرفية، الحضور الكريم. أيضا أنضم لسعادة العميد إن أنا مشرف على الرسالة. في عجالة موضوع هام جدا تناولك ليه دستور 2014 ما كانش فيه مراجع كتيرة ويمكن في بداية اختيار الموضوع احنا اتفقنا على الكلام ده. عملت مقدمة ممتازة جدا تناولت فيها التجربة الدستورية المتنوعة بداية من عام 1882 باستثناء الملاحظة اللي قالها معالي المحافظ ان هو القانون الأساسي مش الدستور لحد عام 2014. تناولت أيضا ظروف وضع دستور 2014 بنظرة الباحث المتعمق في تناول هذه الأمور. وهذا ما يدعو إلى ضرورة التعديل إذا كانت هناك ظروف تدعو إلى التعديل. كثرة الملاحظات التي أبداها الباحث على نصوص 2014 وكانت هناك يعني ضرب شديدة على الرغم من عدم وجود مراجع كثيرة ومتنوعة في هذا الخصوص. أن تتعرض لأنواع المسؤولية وبصفة خاصة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية لأول مرة في الدساتير المصرية دستور 2014 خطوة كبيرة جدا. هذه المسؤولية السياسية تقابل ما أعطاه الدستور لرئيس الجمهورية من اختصاصات وسلطات. السلطة تقابل المسؤولية أو المسؤولية تقابل السلطة. طالما أن هناك اختصاصات وسلطات فلا بد من وجود المسؤولية. الأمانة العلمية الشديدة حقيقة يعني موضوع ترتيب المراجعة إن شاء الله تهتم به. أنا بعتقد أن هذه الرسالة هتكون إضافة قوية جدا للمكتبة القانونية والدستورية وأيضا الفقهية. أنا بشكرك على المجهود الكبير اللي أنت بذلته، يعني كنت دائما تسمع إلى الملاحظات الأخلاق الكريمة التي تنعم وتحظى بها. أتمنى لك التوفيق. شكرا لأعضاء اللجنة الموقرين، شكرا للحضور الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حقوق وموضوع رسالته مسؤوليات وسلطات رئيس الجمهوريه في ظل دستور 2014 ورأس القانون الفقهي الاسلامي. وقد اجتمعت اللجنه المشكله من كل من الاستاذ الدكتور محمد مقطع الجمعه عضو مجمع البحوث ووزير الاوقاف رئيسا، الاستاذ الدكتور محمد انس جعفر استاذ القانون العام رئيس جامعه بني سويف ومحافظ الاسبق ومحافظ بني سويف الاسبق عضوا، الاستاذ الدكتور محمد منصور حسن حمزه أستاذ الشريعة الإسلامية وقائد العمل عميد كلية حقوق جامعة بنا الشريفة عضوا، أستاذ الدكتور منصور محمد أحمد أستاذ القانون العام كلية حقوق جامعة المنوفية الشريفة عضوا. بدأت المناقشة الإعلانية في الساعة 12 ظهرا واستمرت حتى الثانية والربع.
وعمل الاحكام الماده 105 للقانون الماده 79 لسنه 1972 لشهر تنظيم الجامعات الماده 48 من اللائحه الداخليه للكليه. اقتحت اللجنه منح الطالب محمد باجماع طبعا باجماع الاراء منح الطالب محمد الشحات لابراهيم منصور طالب دكتور في الحقوق بتقدير ممتاز